انسى كانك لم تكن. لاني اؤمن انه يجب ان نتحمل نتائج اعمالنا. والقيم بصفه عامه هي اشياء تترسخ وتتاسس داخل الكتابه. وكان علي ان ادافع عمري وكله وما زلت ادافع. عمراء المكتبات يأتون في خريف عمر يعني. بصورة أخرى الثقافة وسط حقولنا. إنه الآن يبدو إنه عندنا مصدر جديد آخر الطاقة اللي هم الشباب. هناك حالة من جمود الثقافة أنا لا أتقبلها ولا أتحملها. كاتب وناقد سينمائي مدهش بإعادة سرده للقصص والأفلام، مهتم بالقصص الخيالية التاريخية السينما وألعاب الفيديو، قام بتأليف كتاب قلعة الأنمي والعازف على بوابات الفجر، إلى جانب نشر مئات المقالات في صحف الشرق الأوسط والوطن والرياض. يجسد أسطورة أمين المكتبة وتوصياته الخالدة، له رؤية خاصة للمشهد الثقافي العربي والعالمي. تخرج من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتخصص العقيدة والمذاهب المعاصرة. طارق الخواجي في حكايات من ورق. أستاذ طارق، يعني ما شاء الله عليك مهتم بأنواع مختلفة بالحياة، ودائما السؤال اللي بيراودني لما خصوصا لما كنت عم حضر الحلقه، من وين عم تجيب الوقت؟ اكثر من 24 ساعه عندك سر؟ هو طبعا ما في سر ال 24 ساعه، لكن انا اظن انه الموضوع مرتبط بالربط اكثر ما هو مرتبط بالكم، بمعنى انه يعني احاول دائما عندما اطلع على شيء، اقرا عمل، اشاهد فيلم، العب لعبه فيديو جيمز مثلا، العب او اشاهد انمي مثلا، انه دائما اجد خلني اقول الاثار اللي تركها المبدعون عبر التاريخ، بمعنى انه هناك دائما التصاق اعمال، او خلني اقول اشارات من اعمال توجد في اعمال اخرى، الروابط هذه الموجوده. وهو ايضا اظن فكره يعني قد تبدو احيانا يعني مبالغ فيها فلسفيا، فكره انه كل شيء مرتبط باخر، ان العالم كله مرتبط ببعضه. هذا ليس كلام من كلام الطاقه ولا علوم تطوير الذات، لكن اقصد انه بشكل حقيقي هذه الاشياء تجد طريقها على الاقل في عقلي، ارتبه مثل ما ارتب مثلا الكتب المختلفه داخل رفوف مكتبه. متابع لعلوم تطوير الذات؟ لا والله، اظن منشغل بالحياه اكثر، يعني اعتقد عيش الحياه كافي، يعني فما في حاجه لقراءه كتب تتكلم عن هذا الامر. طيب، من خلال خبرتك بانواع مختلفه بمجالات مختلفه، انت اليوم قادر تكون انتقائي بالاعمال الجديده اللي نحن ما عندنا اي خلفيه مسبقه عنها، ما عندنا اي صوره نمطيه ببالنا، قادر اليوم انت تعرف هذا العمل هل يستحق انك تكمل او لا؟ نعم، يعني ما زلت حتى اليوم اجد اغنيه مدهشه، حتى اليوم ما زلت اجد يعني مثلا روايه قد تبدو لي يعني لم اقرا شيء يشبهها ابدا. واعتقد انه هذا ايضا له علاقه بحس المغامره، وطبعا كل ما تقدمت في العمر اكثر، كل ما صار ما عندك الرغبه بانك تضيع وقتك في اشياء ستكتشف انها فقط يعني كانت يعني مضيعه للوقت يعني او فخ يعني. فاحس انه دائما لازم جزء مهم جدا من حس المغامرة، الرغبة في المخاطرة لا يتوقف أبدا، لأنه بهذه الطريقة أعتقد ستجد الأشياء التي تثير شغفك مرة أخرى وثانية وثالثة. طيب، أنا اليوم عندي رغبة أنه يجمعنا حديث متنوع ومتشعب، إن شاء الله بتمنى يكون على ذوقك وتكون مستمتع معنا، فرح نبدأ مشوار إن شاء الله يكون هيك كمان خفيف لطيف عليك، ويلا. لا أشك أبدا، وبالعكس رحلة جميلة إن شاء الله تكون. تفضل. تكلم. أنا
بيرتبط اسمك بالعديد من الصفات، ناقد سينمائي مختص بالغناء الغربي عالم الانيميشن، لكن الصفة الأبرز مشروع إثراء. بس المفارقة الغريبة إثراء بمكان يعني في أعمال ونفط ورجال أعمال وكذا، أو بصورة أخرى الثقافة وسط حقول النفط. نعم. خبرني عن هاي المفارقة الغريبة. طبعا أنا يعني بالنسبة لإثراء أعمل في واحد من العناصر الثقافية داخل المركز اللي هي المكتبة تحديدا. هو إثراء كفكرة أساسية كانت الفكرة أنه هذا المكان اللي يوم من الأيام كان هو سبب الرخاء اللي تمر فيه المملكة العربية السعودية، وأنه هذا المكان تم اكتشاف فيه البترول تحديدا. والعجيب أنه المكان اللي يقف عليه إثراء الآن هو في محيط بئر الدمام رقم 7، اللي هو بئر اللي أطلق عليها الملك عبد الله رحمه الله عليه، سماه بئر الخير، اللي هي أول بئر يخرج منها النفط بكمية تجارية. فكان في فكرة في القائمين على إثراء اللي هم إدارة أرامكو أنه المكان اللي كان يوم الأيام هو مصدر طاقة الكبيرة هذا اللي تكونت من خلال الصخور تفجرت فخرج منها النفط، أنه الآن يبدو أنه عندنا مصدر جديد آخر الطاقة اللي هم الشباب وطاقاتهم وإبداعاتهم. حلو. فكان هذا الفكرة أنه هذا المركز الثقافي المبني على هيئة صخور تنتمي لنفس المكان. أحد المعلومات اللي يعرف الناس مثلا أنه إثراء مبني بشكل كامل حتى من مواد التربة نفسها اللي يقف عليها. أوكي. فهو جزء يعني قائم على فكرة أنه هناك أسباب أخرى للرخاء، ليست النفط أو يعني خلينا نقول مصادر الطاقة اللي موجودة اليوم، وإنما جزء كبير جدا هي طاقة الإنسان. ارتبطت صورة أمين المكتبة بصورة نمطية جدا، هو الرجل لازم يكون كبير بالعمر، دايما عم بلاحق الناس ليرجعوا الكتب للمكتبة. كيف أنت عم تتعامل مع هاي الصورة النمطية، وخصوصا أنك أنت اجتماعي جدا؟ نعم. أنا أعتقد أنه أحد الأشياء والأدوار التي يأخذها يعني أمير المكتب على عاتقه اللي هي الفكرتين هذه، فكرة أنه هو رجل مزعج يلبس نظارة دائما ما يعني يكتم الوشوشات بصوت يعني قاسي وعنده نظرة. وهو كل شيء موجود حتى ترى في الموجود يعني في الأفلام والمسلسلات. وحتى أتذكر كان في واحد من الأعمال الشهيرة جدا اللي هو ديسكورد أو قرص العالم اللي كان أمين المكتبة فيه على شكل قرد سعدان، نفس الشيء يعني مع أنه قرد، والقرد دائما مبتهج ويقفز ويعني يتحرك إلا أنه كان أيضا غليظ. نفس الشيء أميرة المكتبة اللي موجودة في سلسلة هاري بوتر مثلا، هي قاسية وشديدة وعندها النظارة اللي على أنفها. وفي الجزء الرومانسي الثاني اللي انظروا له الناس اللي هو فكرة أمين المكتب الذي يعيش بين الكتب وهذا المحاط بكمية الجمال وأنه يعيش في النعيم وكذا. لكن الحقيقة أنه دور أمين المكتبة أبعد من هذا، يعني هو أمين المكتبة قد يكون إنسان صارم فيما يتعلق بعمله الإداري، لكنه أيضا مع الناس يجب أن يكون عنده هذه القدرة على التواصل، لأن المكتبة أحد خليني أقول الأشياء أو المباني اللي مرتبطة ارتباط عضوي بالزائر، يعني يجب أن يكون الزائر يشعر بالاتساق في هذا المكان فيتعامل مع أمين المكتبة. وفي المقابل فكرة النعيم الرومانسي اللي موجود فيها من المكتبة غير دقيقة، لأنه أنت محمل بأعباء إدارية هائلة جدا وكبيرة. فيعني خليني أقول إنه الفكرة بكل بساطة إنه يعني لنزعم زعم إنه وجود يعني أمناء المكتبات اللي خليني أقول ذو الطابع الاجتماعي يكسر هذه الفكرة الكليشيه الموجودة دائما في الأدب، يعني بشكل غريب جدا، مع أنه في النهاية يستقر هذا المنتج الأدبي في المكتبة اللي يلام دائما أمينها بأنه يعني عابس. وأنه أنت قدرت تكسر هالفكرة؟ يعني من خلال الناس اللي حواليك، يعني على الأقل يعني مع فريق العمل، مع الناس اللي أقابلهم، مع الناس اللي أتعرف عليهم. وأنا يعني أكون صريح معك وصادق، يعني قابلت أمناء مكتبات في العالم مختلفة يعني، وجدتهم يعني أكثر يعني خليني أقول حضورا اجتماعيا، عندهم كاريزما أكثر مني بمراحل يعني. فأنا ما أظن النقطة هذه دقيقة، ربما الجزئية الوحيدة اللي حتى عالميا هي جزئية أنه أمناء المكتبات يأتون في خريف عمر، يعني هم عندهم تجربة طويلة جدا، فهذه نعم يعني هو المسمى هيك شوي صعب جدي جد. أيه، وفكرة أنه أنت ما أخذ المسمى على فكرة أنك كأنك أقرب إلى حارس البوابة يعني. هذه نقطة مرة مهمة. واحدة من أهم المشاريع اللي بتقوم فيها إثراء آيريد، كيف قدرت من خلال هذا المشروع تواكب خلينا نقول الترند بدون ابتذال، بدون الفكرة النمطية للقراءة والكتب وكوب القهوة والإنعزال؟ أعتقد أنه النقطة الأساسية اللي بنيت في أقرأ من خلال الفريق اللي عمل مع
وفريق أقرأ فريق امتد على مدى سنوات، يعني أنا فقط عضو واحد في الفريق. اللي هي فكرة إنه المسألة ليست مرتبطة بالكم، هذه نقطة أساسية. المسألة الثانية إنه هناك اهتمام بأمور تأتي بعد الكتاب، أو خلنا نقول الحياة خارج الكتاب مو الحياة داخل الكتاب، بمعنى إن إحنا نحرص كثير جدا على إنه يكون هؤلاء القراء النوعيين من الشباب والبنات عندهم ملكة نقدية، عندهم حس عالي بالنقد، عندهم حساسية ثقافية. وأعتقد أن هذا هو اللي صنع المختلف في مسابقة الأقرأ، أو اللي أصبحت الآن برنامج. يعني أعتقد برنامج تطور عبر السنوات، يعني في البداية كان مسابقة حصرية في المنطقة الشرقية، بعدين صار أصبح كل السعوديين يستطيعوا مشاركة فيها. السنة اللي بعدها صار كل السعوديين والمقيمين العرب يستطيعوا مشاركة فيها. بعدين صار كل من يتحدث العربية في السعودية يستطيع مشاركة فيها، مو لازم يكون لا سعودي ولا مقيم عربي. فشاركوا معنا بنت من باكستان، شارك معنا شاب هم بيعرف يحكي العربي، يحكي عربي فقط. ثم بعد ذلك جت الخطوة الأبعد أن نفتح مقاعد في المسابقة لمشاركين من الدول العربية. في هذا العام 15 مقعد من 40 مقعد متاحة لمشاركين من الدول العربية. قدر يتطور خلال السنين. نعم، يتطور البرنامج. كيف نظرتك المستقبلية لهالمشروع؟ أعتقد أن الجميل في أقرأ وكيف يتطور أنه أول شيء يتطور تطور عضو من الداخل. يعني أحس أنه أعظم ما يحدث في التغير أنه التغير يحدث بشروط يفرضها الإنسان على نفسه، أو خلينا نقول يفرضها تفرضها الذات، ما يفرضها يعني عامل خارجي. فإحنا انتبهنا مثلاً أنه المسابقة غير كافية، لأن المسابقة ستظل حصرية في عدد قليل جداً من المشاركين والمشاركات، وأن البرنامج لازم يتوسع ويأخذ مساحات أخرى. ففتحنا مثلاً جزء من المسابقة للمترجمين ولسفراء القراءة اللي هم معلمين ومعلمات، كانوا جزء من الحالة الإرشادية للقارئ والقارئة حتى يصلون للبرنامج. فحتى شاركت الآن ناس يتجاوزون في المرحلة العمرية. ثم بعد ذلك فكرنا نوسع البرنامج، فصار ماراثون للقراءة، معرض كتب خاص بالأطفال، صار عندنا برنامج اسمه الكتبية وهو بزار كتب، تضع كتاب وتأخذ مقابله كتاب. ووضعنا برنامج توقيع كتب على مدى طول السنة كتاب وكاتبات عرب وغير عرب، وايضا امسيات شعريه. فاستضفنا في امسيات شعريه يعني شعراء كبار وشاعرات مميزات على مستوى العالم العربي. اعتقد ان هذا النوع من البرامج هو اللي يخلق الحاله الثقافيه لاقراء، صح، وخصوصا عند الشباب كمان. نعم. طيب اليوم انت اذا بتسال واحد شو هواياتك بيقول لك مثلا صيد سمك واقرا مثلا. صارت القراءه او قارئ هي صفه او هوايه، مع العلم انه قبل يمكن 20 25 سنه كان طبيعي انك تقرا، يعني انت ما فيك تيجي تقول والله انا قارئ. كثير عم نسمع هاي الصفه، شو القصه؟ طيب انا هذا سؤال دائما محرج، لانه دائما في تصور انه الناس يقولون هذه المفارقه انه طارق امين مكتبه لكن يهاجم القراء دائما. يعني اعتقد انه الفكره ان احنا نعيش في زمن وكاننا في يعني لدرجه كبيره جدا نحتاج الى معرفات عشان نثبت حضورنا الوجود. وخاصة أنت عارف يعني مع حضور شبكات التواصل الاجتماعي الآن، هوس الإنسان بالحضور مربك جدا، طالعين بمصطلحات جديدة اسمها تسويق الذات وما أدري وتفاصيل هذه كلها. إذا كنا بنستغرب من هذا الهوس بتسمية الإنسان نفسه قارئ، في هوس غريب مرة مثلا بتفتحين السوشيال ميديا بتلقي الناس مسمين أنفسهم مدمن قهوة. فإنه الإنسان يوصل لمرحلة إنه هو يصنف نفسه بحسب الشيء الذي يستهلكه، أنت أمام حالة مرعبة جدا. يعني كانت شركات المنتجات الاستهلاكية مثل شركات الأحذية عزك الله مثلا، يعني أديداس، كانت تفتخر مثلا بأن مايكل جوردن هو يلبس الحذاء حقها. الآن احنا صرنا نفتخر بأن احنا نلبس حذاء من أديداس. الحالة صارت عكسية تماما، مش الحالة المتعارف عليها. وهنا نرجع لموضوع القراءة. القراءة كانت حالة عضوية متسقة مع الذات تماما، جزء من طبيعة الإنسان. يعني انت لما تقرين تاريخ البشريه مع القراءه، القراءه اول شيء ظهرت كحاله جماعيه، انه في واحد يقرا، بقيه الناس اميين ما عندهم قدره على القراءه او ما تعلموا او كذا، فهو يقرا لمجموعه كبيره من الناس زي الحكاوات مثلا في الشعر. ثم بعد ذلك الحاله تغيرت، اصبح الانسان قارئ ذاتي، يعني يقرا لنفسه. بعدين الان رجعنا للحاله الجماعيه مره اخرى، بمعنى اني انا افتح الكتاب هذا ولا اقراه، ولكني اصوره للاخرين عشان يشوفون الكتاب هذا، ثم اقفل الكتاب واضعه مكانه. هذه حالة متطرفة. لكن في حالة أخرى أني أنا مثلا أقرأ الكتاب كاملا ثم أكتب قراءة عنه ونقد النقد للآخرين. فأنا أقصد أنه هذه الحالات، يعني أنت عندك هذه التحولات في العالم. برأيك نقص أو محاولة لفت انتباه بطريقة أو بأخرى خصوصا بالقراءة؟ يعني نحن عم نحكي اليوم أنت
عم بتحاول قدر الإمكان بكل مكان تروح عليه تذكر الناس دايماً أني أنا قارئ، مع العلم أنه أنت مثلاً حديثك أو مشاركتك أو نقاشك أبداً ما ببين أنك قارئ، بس أنت مصر دائماً تذكرنا أنه أنت قارئ، فهل هو نقص؟ أنا أعتقد أنها يعني كمية رومانسيات مختلطة. مثلاً أعطيك المثال على ذلك، أنا أزعم وأدعي أنه يعني قبل ما كنت مارب جاب أحد دور النشر هنا، فأسمع واحد يقول للناشر اللي واقف في الدار، يقول أنا أقرأ من 50 إلى 60 كتاب في السنة. أنا أعتقد القارئ خلني أقول المتماهي المتسق مع ذاته ما يحسب الكتب، صح؟ المسألة ما لها حساب، صح؟ مو يعني عدد، مو مجرد أرقام، غير أنه أحد، لأنه أيضا إذا كنت تعتقد أن القراءة مرتبطة فقط في الكتب، فأنت عندك مفهوم بوجهة نظر الشخصية يحتاج إعادة نظر، لأنك أنت تقرأ الأفلام وتقرأ الوجوه وتقرأ الناس وتقرأ الذات وتقرأ الحوار وتقرأ المقالة وتقرأ، يعني ما أقدر أحبس نفسي في قراءاتي بعدد الكتب اللي استهلكتها في السنة. غير أنك أنت لما تسمي الكتب بالطريقة هذه أو تصنفها بالأرقام هذه، أنت قاعد تتعامل معها لأنها شيء استهلاكي مثلا، وهذا عبارات مرعبة تشوفنا فيها أكثر من مكان، يعني مثل عبارة اشتري 3 كتب تجارية واحصل على واحد، يعني هذا النوع من التجارية مخيفة. طيب هلأ القراءة صارت موضة مثلا، خلينا نقول برأيك ممكن نبحث عن جانب إيجابي بهاي الصفة، أنه يعني شوي عم ينتشر الفكر أو المبدأ؟ أنا يعني خليني أقول لك، لما أنظر للحالة بنظرة بانورامية من بعيد كذا أشعر بالسعادة، أنه حتى مع وجود رومانسيات القراءة هذه بدون ما تتعمق إلا أنه سيأتي من وراءها خير، بمعنى أنه ممكن الناس هؤلاء اللي يصورون الكتب سيقرؤونها وسيصبح علاقته بالقراءة مختلفة، سيحب هذا سيحب هذه التجربة، سيحب أن يقرأ الكتب وبتظهر عليه التجربة هذه. فأنا أعتقد أنه نعم، أنا جداً مع فكرة، يعني أنا خليني كيف أقول، الرومانسيات الموجودة عن القراءة تعكس حالة قراءة حقيقية، ممكن أقول كذا، يعني أعتقد أنه هذا قد يوازن، ما أدري إيش رأيك، يعني أعتقد أنه فكرة أنه هذه الرومانسيات دلالة على وجود ظاهرة، وأن الظاهرة هذه تشكل مناظر سلبية ومناظر إيجابية، فطبيعي يعني أعتقد أنه في المحصلة ما يحدث جميل. وبعدين بنرجع بنناقش قصة الانتقائية وقديش انت شو المجال اللي ممكن تختار. طيب في كتير منتشر بكل مكتبة بتروح لها، او خلينا اقول المكاتب التجارية اكثر شيء، عاملين لك صف للبست سيلر وعاملين لك صف للروايات والكتب اللي حصلت على جوائز. قديش اليوم هذا النوع من الفلاتر بيأثر على القارئ وخصوصا المبتدئ اللي لسه ما بيعرف يختار؟ اعتقد انه يؤثر بشكل كبير جدا. القارئ الشاب والقارئ الشاب اليوم يتكلمون دائما عن رفضهم للوصاية، اني انا ارفض ان المجتمع يحدد لي ذوقي وارفض ان الانسان يفعل لي كذا، وانا ومع ذلك تاثرهم بوصاية ذات صورة وشكل مختلف واضح جدا من خلال كلامك عن الرف الاكثر مبيعا او الكتب الحاصلة على جوائز. يعني أنا ما عندي مشكلة أبداً في الكتب الحاصلة على جوائز، لأنه خلني أقول في على الأقل مراجعة نقدية لها، يعني بمعنى في لجنة تحكيم وفي ناس درسوا الموضوع هذا بتكلم عن قائمة الأكثر مبيعاً، لا 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 تحصر نفسها بهذه النظرة، يعني ليست مهتمة لأي درجة كتاب جيد، لكنها مهتمة بنقطة واضحة جداً أن الكتاب هذا الأكثر مبيعاً، حتى في العبارة نفسها خطيرة، الأكثر مبيعاً، صح؟ فهو ليس كتاب جيد لكنه كتاب يباع بشكل جيد. طيب برأيك لحتى مثلا نكون شوي عنا وعي أكبر بهذا الموضوع، على مين تقع المسؤولية؟ وخصوصا إحنا بنحكي عن قارئ مبتدئ ما عنده خبرة، ما بيعرف يختار، ما بيعرف يقول لك إيه أو لا. أنا أعتقد إنه متى ما أصبحت القراءة شائعة جدا، أفترض إنه دائما الأضرار التي تحصل بسبب هذه القوائم تقل أكثر فأكثر. أزعم أنه في العالم العربي في حالة تكريس للرأي من خلال أسماء معروفة جدا في الوسط الثقافي، هؤلاء إذا قالوا أن الكتاب هذا جيد سيذهب الناس لشرائه مهما كان نوع أو شكل هذا الكتاب. في المقابل أنه التكريس هذا قد يكون إيجابي إذا كانت الشخصية واعية وتنقد بشكل جيد، لكن مع ذلك القراء كل ما طوروا يعني علاقته ازدادت بالقراء بشكل جيد ونوعي، ستكون عنده الأحكام هذه، بمعنى أنه ليس دائما هذا الرأي الموجود من أطراف أخرى هو الرأي الصائب، لكن هذا ذوقه على الأقل. يعني أنا ما عندي مانع أبداً في الكتاب الفائز بجائزة، أنا ما عندي مانع بالكتاب اللي تتكلم عنه قارئ مكرس في منصة معينة على الإنترنت،
إذا كان يتحدث عن أسباب إعجابه وعدم إعجابه. أنا فقط ترعبني فكرة أن يتحول الكتاب إلى شيء استهلاكي، وأن الكتاب هذا يستحق أنك تشتريه لأنه هذا هو أكثر كتاب تم شراءه، وليس لأنه كتاب تمت قراءته. يعني كل ما كانت القراءة أفضل كل ما كان تعبر عنها بشكل جيد. هل ينطبق الموضوع على الروايات الكلاسيكية أو الكتابات الكلاسيكية؟ لأنه كمان اليوم أنت إذا القارئ بيستحي ممكن لك، أنا ولا مرة قرأت لماركيز، بحس أنه الموضوع مخجل بالنسبة له. هل الموضوع ينطبق بنفس الموضوع؟ نعم. نفس الحجم؟ إذا ما أنا مخطئ أظن إيتالو كالفينو اللي تكلم قال الكلاسيات كتب نتحدث عنها لكننا لا نقرأها، لأن القراءة عنها دائما تعطي نوع من انطباع إذا صح التعبير كأني عندما أتحدث عن قراءة الكلاسيكيات أمنح نفسي سلطة في الحديث عن الأدب وكذا، فأي أفهم تماما الكلام تقولي. ونعم أعرف كثير من الشباب والشابات اللي يشعرون دائما بهذا النقص لأنه لم يقرأ الكلاسيكيات أو لم يطلع عليها. إلى أي درجة قراءة الكلاسيكيات مهم جدا بالنسبة للقارئ؟ أنا بالنسبة لي أعتقد مهم جدا. إلى أي درجة يعني مؤثر، يعني يؤذي تجربتك القرائية؟ أظن لا يؤذيها على الإطلاق. لا يؤذيها. أنا أقصد أنه جيدا تقرأ الكلاسيكيات لكن لا بأس لا تقرأها، يعني بكل بساطة. يعني طيب حضرتك ناقد ومطلع على السينما وكنت عضو لجنة التحكيم بأكثر من جائزة، إلى أي مدى اليوم السينما هوليوود غيبت أنواع تانية مهمة جدا من السينما مثل السينما الشرقية والسينما الألمانية وغيرها؟ هو طبعا من ناحية الانتشار ومن ناحية الحضور، يعني خليني أقول أنك حاضر في المنصات كلها، فسينما هوليوود يعني هي متسيدة. وهذا طبعا له أسباب أخرى ما لها علاقة بالثقافة والفن، لا أسباب سياسية، لأنه مثلا تغلب ثقافة معينة يساعد على أنها تنشر ثقافتها بشكل كبير جدا. المحزن فيما يتعلق بثقافة هوليوود أنها لم تتوقف على حدود انتشار الأفلام الأمريكية، وإنما على يعني أن تصبح السينمات الأخرى تحاول استنساخ النموذج الهوليودي والتحول له، فتصبح الفيلم الهندي هو فيلم هوليودي في النهاية، فيلم العربي هو فيلم يحاول أن يحاكي القضية قصة هوليود مثلا، وفي تفاصيل أحيانا مضحكة. يعني مثلا أحيانا لما تشوفين بوسترات الأفلام، أنا عندي كتاب جميل جدا عن بوسترات الأفلام المصرية مثلا، فأنت تقلبين البوسترات في حالة التشابه مع بعض السينما الإيطالية أو السينما الأمريكية، ثم بعد ذلك تعود حالة مصرية خالصة وكذا. ثم بعد ذلك لما تجين مثلا بعد عام 2000 تشوف ان الثقافة الامريكية اصبحت ثقافة مرة متغولة، ستشاهدين انه نفس الاشياء. لما تجين تشوفين مثلا غلاف فيلم اوشن 11 مثلا امريكي، ستجدين فيلم مصري ثاني مثلا مقابل. كل الابطال موجودين في البوستر، ففي تفاصيل يعني حتى على صعيد الاشياء تفصيلية تافهة زي البوستر وغيرها. ولا انا ما اقصد انه فن البوستر فن تافه، بس اقصد يعني هذا مقارنة بالعمل السينمائي اللي هو العمل الكبير، البوستر يبدو شيء يعني تفصيل بسيط يعني. فأنا ما نقلق أبداً من أنه سينما هوليوود سينما متقدمة، بس أنا قلق أن تصبح السينمات الأخرى نموذج أو صدى ينعكس أو صوت آخر لسينما هوليوود، وهذا موجود اليوم للأسف. بس القصد أنه هي غيبت أهمية أنواع تانية من الأفلام كانت جداً مهم أنه الجمهور يطلع عليها. إيه بدون شك. يعني هو مثلاً أول شيء القوالب اللي وضعت السينما الأمريكية نفسها فيها، مثلاً السينما الأمريكية قائمة على تمجيد ثقافتها في المقام الأول وتمجيد مفهوم الاستهلاك والحديث عن انتصار البطل دائما، وفي حالة مثالية في الحياة البشرية، وتتكلم عن الحلم الأمريكي اللي احنا اكتشفنا بعد سنوات انه ليس حقيقة، او خلنا نقول مو حلم أمريكي هو كابوس أمريكي بمعنى او بآخر. لا أنكر أبدا انه في سينما أمريكية رائعة جدا لمخرجين أمريكيين مميزين، وهي خارج النمطي والسائد في السينما الأمريكية وسينما هوليوود تحديدا. لكن نعم كثير من المواضيع التي تطرحها هوليوود وسينماها تحديدا، نعم غيبت كثير من السينما في العالم، بل انه يعني صار الناس مرتبطين. طبعا هذا لا يعني انه السينمات الثانيه لم تقصر في حق نفسها، هذا مساله اخرى. لكن مثلا انا انظر اليوم للسينما الهنديه وتصور عندي فقط انه السينما الهنديه قائمه على افلام فيها رقص واغاني فقط، عندي كل، بس هذا مو صحيح. هناك افلام هندية كثير لا تعمل بهذا النمط ومميزة يعني، ولكن لا نعرف عنها شيء. هناك مخرجين من ثقافات أخرى قدموا أعمال مميزة، لكن دائما عندي اعتقاد إنه الأفلام اللي تجي من المنطقة هذه كلها أفلام ساموراي وقتال ونينجا وكذا، بينما الأفلام اليابانية لا، فيها أفلام معاصرة وذا الطبيعة يعني، أو خلني أقول حس وجودي وطبيعة وجودية وأفكار فلسفية مختلفة تماما. السينما السويدية لها طابعها الخاص الأوروبية، فهذه كلها غابت مقابل الفيلم الأمريكي اللي هو يحقق مصطلح الترفيه اللي هو الانترتينمنت، اللي هو عشان كده سموها يعني الافلام ضعوها ضمن المنطقه الترفيهيه.
ولا بأس، السينما يجب أن تكون ترفيهية، لكن السينما لكن ليست تقدم كلها لك بعض الإجابات على ليست الأقل. كلها ترفيه. هل مع انفتاح المملكة العربية السعودية على دور السينما بتعتقد أنه بالخليج رح يكون في موجة انفتاح بشكل عام بهذا المجال؟ أنا أحاول يعني دائماً لما أفكر في هذه النقطة تحديداً أفرق بين حالتين، بين حال وجود دور السينما، دور العرض اللي تعرض الأفلام، وبين حالة الإنتاج المحلي، بمعنى أنه ليس دائماً وجود سينما دلالة على وجود قوة الإنتاج المحلي. قوة الإنتاج. لأن قوة الإنتاج تحتاج إلى بنية تحتية، تحتاج إلى توفر يعني استوديوهات، توفر يعني إمكانيات تسمح لل يعني إمكانيات تسهيلات إذا صح التعبير لكي يعني تعمل المؤسسات السينمائية هذه والاستوديوهات في الإنتاج. هل هذا يحدث في السعودية الآن؟ نعم، يعني هناك اشتغال كبير جدا، أعتقد أنه جزء يعني لا يرتبط فقط بس بوجود السينما، أيضا يرتبط بأهمية المهرجانات السينمائية التي تقام في السعودية. في عندنا مهرجان أفلام السعودية، هذا مهرجان لصناع الأفلام السعوديين، بينما مهرجان البحر الأحمر هذا لصناع الأفلام العالمية. فأنت وجود هذه المعادلة من طرفين، أنه عندك إنتاج عالمي تحتفي فيه وعندك إنتاج محلي تساعد وتحتفي فيه، سيكون له انعكاس كبير جدا. سأعتقد بشكل كبير جدا أن دور السينما السعودية لها دور كبير في 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 تطوير صناعة السينما في المملكة في حالة واحدة فقط، إذا عرضت فيها الأفلام هذه، أفلام السعودية. إذا الأفلام السعودية وصلت إلى مرحلة تعرض في دور السينما المحلية والناس يتابعونها وسيرون بوسترات الأفلام السعودية جنبا إلى جنب مع بوسترات الأفلام الأمريكية والهندية والمصرية، سأؤمن بأن هناك بس أعتقد حلقة. قريبا، لأنه نحن شهدنا هاي التجربة مثلا بالإمارات، بدأنا بهاي الخطوات، فأعتقد موضوع ممكن. بس أنا أريدها أن تكون حثيثة يعني مستمرة. إذا أصبحت مستمرة دلالة أنه خلاص أنه هذا السينما افتتحت طريقها وأصبحت جزء من السوق. بالضبط. كونك كاتب لكتاب قلعة الأنمي، كيف استطاع الأنمي اليوم يحقق كل هذا النجاح داخل اليابان وخارج اليابان، يعني دون عن كل الفنون الأخرى؟ أنا أعتقد أنه النجاح الأساسي للأنمي مرتبط بالخيال اللامحدود. أعتقد أنه هذا القدرة على أنك لا تعرف المستحيل، يعني ما في عندك أي شيء مستحيل. جزء من عدم الاستحالة مرتبط بالنمط نفسه، يعني أقصد لأنه يرسم، فأنت عندك قدرة على أنك تذهب بعيدا بالأفكار هذه، تخلق اللي بدك. وأيضا أنه منذ وقت مبكر جدا هو ذهب إلى مناطق غريبة جدا ويضرب مناطق خلنا يقول لها اهتمام عندنا، سواء كنا صغارا أو كبارا. يعني في منطقة يلمسها الأنمي ما يلمسها أي وسيط فني آخر أو أدبي آخر، وأنا أعتقد أن هذا السبب اللي يجعل الأنمي يعني عمل فني له حساسية مختلفة عن كثير من الأعمال الأخرى المشابهة له. أقرب شيء يشبه الأنمي السينما خلنا أقول. بس من جانب آخر لليوم يعتبر عند البعض هو فن للأطفال، لازم يكون مرتبط بالطفولة أو بجانب ما. إلا أنت ممكن يضل يعتبر بهذا الشكل، وأنت ممكن يؤخذ على منحى جدي أو ثقافي. هو طبعاً خلني أقول أول شيء هو مأخوذ على أو ينظر للنظرة أنه موجه للأطفال في مناطق معينة في العالم، مش في كل مكان. يعني في أماكن في العالم متخلصة بالفكرة هذه من زمان. يعني أعتقد أنه كيف وصل الأنمي للمناطق هذه هو السبب عن تكون التصور أو سوء التصور هذا، بمعنى أنه لما نيجي نشوف التلفزيون السعودي مثلا في وقت من الأوقات لما كان يعرض مسلسلات الأنمي اليابانية، كان يعرضها في 10 الصباح مع وقت الأعمال التي تقدم للأطفال، فارتبط بهذه الفكرة. يعني ممكن كبار السن يعرفون هايدي من هي ويعرفون عدنان ولينا، لكن ايضا يعرفون انه هو قدم في التلفزيون مو عشانهم، عشان الاطفال، عشان الاطفال. صح، صار مرتبط عندنا بالطفوله. في جزء ثاني ايضا له علاقه بانه الشخصيات او العوالم اللي ناقشها الانمي غالبا عوالم شابه، عوالم في عمر صغير، ففي هذا التصور انه الفيلم هذا يناقش قصة أطفال، فأكيد أنه فيلم أطفال يعني، أو أنه موضوع أطفال، بينما الموضوع لا أكبر من ذلك. طيب برأيك هل الأنمي مفتاح لفهم الهواجس النفسية للعوالم أو للأشخاص لكن بطريقة طفولية؟ يعني أنا لما كتبت كتاب قلعة الأنمي كنت حاط فصل كامل عن الأخروية اللي هي شعور الإنسان بنهاية العالم، وظل هذا عند كثير من القراء مو مفهوم. يعني كان يسألوني سؤال يقولون يعني، فكنت أقول لهم أن الأخروية أصلاً يعني
نقطة أساسية في كثير من الثقافات والديانات، هي موجودة عند الأمريكيين مثل في كتاب عظيم رائع جدا اسمه آدم الأمريكي، يتكلم عن يعني أهمية الأخروية بالنسبة للأمريكيين. جوناثان كيرتش في كتابه حكاية محرمة في التوراة عنده مقطع عظيم جدا يقول فيه الأخروية أو الرؤيوية لنهاية العالم أمريكية مثل النقانق، يعني لأي درجة هي مثلا حافلة في الله. عند اليابانيين هذا موجود في مفهوم المونونو أواري، هذا اللي معناه الكآبة الكاملة في الأشياء لأنك ستفقدها بعد فترة، وكامل أيضا في الثقافة اليابانية اللي عندها اعتماد على مفهوم وجود الزلازل الدائم، الحريق الهائل اللي دائما يعني أصاب طوكيو أكثر من مرة أو إيدو. وعندك مثلا مفهوم القنبلة النووية اللي أصبح يجعلهم يؤمنون بأن قد تحدث النهاية بسرعة بدون أن نتوقع أبدا، بدون مقدمات. إيه بس أجيك للنقطة اللي أنا أبغى أوصل لها، ثم جاءت كورونا فصار أعيد التصور أنه فعلياً هذه الأعمال اللي تعالج المواضيع اللي كنا دائماً نتوقعها بعيدة هي قريبة جداً، هشاشة الإنسان وهو موجود كثير جداً. يعني مثلاً الإنسان لا يتصور أبداً يوم من الأيام أنه في دولة مثل يوغوسلافيا يعني الناس يقوموا على بعض ويدمروا بلدهم ويقسموا ثلاث أقسام ويقتلون بعض لأنه على قضايا عرقية وإثنية مثلاً. نفس الشيء مثلاً الأوكراني مثلاً ما كان يتوقع في لحظة واحدة أنه سيفتح كل حاجة. أعتقد أنه الأنمي ناقش هذه الأشياء مبكراً قبل كل الأوساط الأخرى، والأنمي ليس الأول في ذلك بل سبقت السينما لذلك، السينما ليست الأول في ذلك سبق الأدب إلى ذلك، الأدب ليس الأول في ذلك سبق الفن إلى ذلك. يعني أقصد أن هي سلسلة موجودة تتشظى في الأجناس والأشكال الأدبية المختلفة. طب ليه البني آدم بطبعه دائماً لما أنت تجي تعطي صورة مستقبلية عن هذا الشيء ما بيصدق، بيشعر بأنه غير منطقي وبيشعر بأنها كتير بعيدة ولا يمكن تلامسه؟ أعتقد يعني أظن جزء منه له علاقة بالاعتياد وجزء منه يتعلق بالإنسان القديم، ما أظن الإنسان الحديث، الإنسان الحديث أنا لا أظن يشعر بهذا الشعور، الإنسان الحديث أظن يشعر بالقلق دائما. من العالم الحديث رح أخذك شوي لورا العالم للستينات. بالستينات ظهرت نوع من أنواع الموسيقى يقال إنها هي اللي خلقت الموجة الثقافية، لكن هون السؤال دائما اللي بيطرح نفسه، هل الموسيقى بتأثر على الموجة الثقافية أو الموجة الثقافية بحد ذاتها هي اللي بتخلق هذا النوع من الموسيقى، وخصوصا إنه أجيال بحالها تأثرت بستايل لبسهم بطريقة كلامهم بطريقة مشيهم؟ شو رأيك بهذا الموضوع؟ طيب أنا قبل أن أجيب على السؤال أحب بس أوضح إني أنا يعني لم أولد في الستينات عشان لا أحد يظن أني أنا كبير في السن يعني، لكن إيه أتفق معك. يعني أنا أعتقد إنه في الأساس إنه السينما اللي تأتي بهذه الطريقة، السينما الراديكالية والمتطورة أو عفوا المتمردة، هي جاءت من خلال مجموعة شباب أو شابات كانوا عندهم رغبة في التغيير، هذا ابتداء، ثم بعد ذلك تصير هي المظهر الأبرز أو تصبح هي المظهر الأبرز للتغير الثقافي. فنعم أنا أتفق معك تماماً أنه الموسيقى كانت هي أول شيء دليل على وجود هذا التغير والتمرد والشكل الثقافي الجديد، وأيضاً هي مظهر أساسي وهي أيضاً مؤثر أساسي يعني في هذا التغير. ولذلك أقدر أستطيع أو أحيل إلى مشاهد حدثت في تاريخ الموسيقى وتاريخ الثقافة في العالم، اللي هو ظهور مثلاً موسيقى الروك في الستينات، ثم بعد ذلك ظهور مصطلح اسمه الغزو الإنجليزي اللي هو صار في أمريكا مع ذهاب البيتلز إلى أمريكا والتغيير الضخم اللي صار، وهذا كله أيضاً كان يبشر بحالة اسمها حالة السلام اللي هي الهيبز وثقافتهم وكل التفاصيل هذه كله. أقدر أقول الكلام ذا نفسه على التطور اللي حصل على موسيقى الهيب هوب في التسعينات في أمريكا، وبالتحديد من يعني من منتصف التسعينات أو إلى منتصف التسعينات اللي يسمونه الأندرغراوند هيب هوب أو الهيب هوب المختبئ اللي ليس حاضراً في المينستريم أو في الثقافة الشعبية العامة. وهذه التغييرات دائماً تؤثر بشكل كبير جداً، ونقدر نقول نفس الكلام على موسيقى البنك، نقدر نقول نفس الشيء عن موسيقى الجراج مثلاً، نقدر نقول الكلام هذا نفسه عن الموسيقى اللي موجودة مثلاً في العالم العربي في مشروع ليلى مثلاً، ولا الموسيقى عند الشباب اللي موجودة في مصر الموسيقى الراديكالية الجديدة، اللي هي تعبيرات إن إحنا هناك حالة من الجمود الثقافي أنا لا أتقبلها ولا أتحملها، وطريقة مناوئتي لها ورفض لها من خلال الموسيقى بدي أخلق التغيير بطريقة فنية لطيفة. نعم. للمستمعين. طيب هلأ بالموسيقى الغربية العالمية بشكل عام دائماً منلاقي في أغاني حصلت على شهرة كتير كبيرة وعالمية، لكن مثلاً ممكن تحكي عن موضوع فلسفي، موضوع نحن كعرب إذا بتجي بتجيب مطرب عربي يحكي عن الموضوع بتلاقي الجمهور العربي ولا يمكن يتقبل هاي الفكرة.
شو المفارقة مع أنه نحن نسمعهم الموسيقى الغربية اللي بتحكي عن هاي المواضيع؟ أنا صراحة لا أحب رمي التهمة على المتلقي على الجمهور، بمعنى أنا أعتقد أنه دائما هناك قدرة على للمبدع العربي أن يشكل ثقافة وذوق الجمهور، بمعنى أنه لا يمكن أبدا أن نقول أن لماذا الأغنية العربية اليوم محبوسة في فكرة الحب والصد والهجران والعودة ومحاولة التصالح والغضب من الحبيب والمصالحة وكل التفاصيل هذه كلها، بينما يعني ولا ومظهر حب ذو طبيعة واحدة، الحب اللي هو بين الرجل والمرأة المتوقعة أو المرأة والرجل المتوقع. لكن يعني حتى تعبيرات الحب البسيطة العادية، مثلا في أغاني تتكلم عن حب الأم، مثلا في أغاني تتكلم عن حب المكان، في أغاني تتكلم عن التغني بماضي مثلا، هذه كلها مش موجودة. أنا لا أنفي أنه ما في ولا أغنية عربية كذا، في أغاني بس أنها تعد على صابع اليد، بينما في الأغنية الأخرى في أماكن كثيرة من العالم في أغاني تتكلم عن وجودك، عن 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 أزمتي مع الوجود هذا، في أغاني تتكلم عن اغترابي في العصر هذا، في أغاني تتكلم عن أشواقي، في أغاني تتكلم عن مخاوفي، في أغاني تتكلم عن هواجسي، في أغاني تتكلم عن موقف ظريف حصل لي، يعني في هذه الكمية من التنوع. أنا أعتقد إنه الأزمة في الأغنية العربية مرتبطة بالاعتياد، إنه إحنا اعتدنا على هذا النمط ومرتاحين له، نريد أن نكمل فيه. تشعر إنه صعب نحقق قفزة نوعية بهذا الجانب؟ اللي هو جانب إنه إحنا نطرح نوع تاني من الفن، من الأغاني بالتحديد. هو طبعًا دائمًا يجي النقطة هذه السؤال، هو لما نطرح الفكرة هذه يبدأ الطرف الآخر يقول يعني أنا ليس لدي استعداد أن أجرب. خاطر. أي خايف، هو مخاطرة بالنسبة له، مع إنه اليوم مع نوع وسائل التلقي اللي يتلقى منها الجمهور الموسيقى يعني تبيد هذه المخاوف. يعني أنا أقصد إنه أنت تستطيع أنك تضع هذه الأغنية في بطريقة معينة في منصات معينة وتحصل على المال منها لأنها جاية مع مجموعة أغاني ليست لوحدها، فأنت ما تخايف من الخسارة، لكن هو مو فقط خايف من الخسارة، هو خايف إنه لا يصبح يمثل هذه الأغنية بشكل حقيقي، ربما يكون هو ليس حقيقيا فيما يتعلق بهذه الأغنية. يمكن هذا مبلغ من العلم، هو فقط يعرف يتكلم عن الحب بس ما يقدر يتكلم عن أي شيء ثاني يعني. وأيضا ليش يتكلم عن الحب بطريقة أيضا خلاقة وإبداعية، هو كلام مكرر معتاد تقليدي الناس يمكن زهقوا، وغير أنه طبعا أيضا يعني طريقة الإعداد أو خلنا نقول بنية العمل الموسيقي في العالم العربي أيضا لها قصة أخرى. يعني في العالم العربي المغني بالضرورة ليس مثقفا، لكن المغني مثلا في فترة معينة من الزمن في بريطانيا وفي فرنسا وفي أماكن معينة يجب أن يكون مثقفا وقارئا في الفلسفة ومطلعا. طبعا أنا لما أقول كلام هذا ما أتكلم عن مغنين البوب يعني الصغار في العمر وكذا، لكن أتكلم عن المغنين اللي لهم باع طويل جدا وأغانيهم يعني أصبحت يعني في أغاني غيرت قوانين دول، في أغاني أعادت محاكمات في أوروبا وأمريكا. أنا هذا النوع من الموسيقى اللي أتكلم عنه، الموسيقى اللي عندها هذا السلطة الهدف. يمكن لأنه أنت اليوم إذا عارف أنه فنان إكس من الناس غير مثقف وقاعد عم يحكي لي عن موضوع فلسفي ما رح حس، ما رح يلمسني، لأنه هو فعلياً ما عنده أي خلفية عن عن هاي الموضوع، وراح أسأل نفسي يعني لا ولا أغنية تتكلم عن موضوع مهم يعني من ناحية هذه في الاتجاه هذا، ولا مسلسل عمل ويتكلم عن هذا الموضوع، لم يقدم أعمال فنية لها علاقة بالموضوع هذا. فهنا تبدأ عندك تساؤلات، يعني أنت لما تجي عند فنان مثلاً حياته كلها قائد على أعمال الكوميدية إلى الآن ما في أي إشكال، ولكن طرح الكوميدي فيه طرح تساؤلات ذكية، لكن لما يكون كوميديا قائمة على التهريج ثم بعد ذلك يريد أن يحدثني في أمور تمثل يعني أو يناقشني أو يحاول أن يحل لي أزمة، أنا غير قادر على الاقتناع بهذه الفكرة. هي بالنهاية أنت هون ما عم تقدر تحصل على ثقافة، أنت هون بس عم تمرق وقت. نعم. طيب أنا تعبتك وانتقلنا بعوالم كتير مختلفة، رح ناخد شو رأيك بريك سريع وننتقل للجزء الثالث. أستاذ طارق، خلال هذا الجزء من البرنامج رح خبرك بعض الصفات أو الأسئلة القصيرة بدي منك تجاوبني عليها بكلمة أو باختصار، تمام؟ توصياتك الخالدة بالقراءة. يعني أعتقد أنه التوصيات طويلة، لكن إذا سأوصي بكتاب واحد سأوصي بكتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني. الوالد وتأثيره على حياتك؟ النور. يعني إذا أشبه علاقتي بوالدي أتصور نفسي في كهف وأبي كان هو البوابة للخارج. نجيب محفوظ.
أعتقد أنه نجيب محفوظ هو أول واحد أقرأ له رواية مختلفة عن يعني المعتاد اللي أقرأه، فكان هو بوابة للأدب. شو رأيك بواقع الشعر العربي اليوم؟ أعتقد أنه يستحق أن يكون في حال أفضل، يستحق شهرة عالمية أبرز، لكن للأسف حاله حال كثير من الأجناس الأدبية في العالم العربي، ما زالت حتى اليوم تراكض أو خلني قلت يعني تجري من أجل أن تجد موقعها في خارطتها أساساً قبل أن تهاجر الخارط يعني الخرائط الأخرى. فن الأنمي؟ الأنمي يعني جنس فني يحمل أجنحة. بورخس هو يعني هذا التعريف الكامل لبورخس، هو يقال أنه يعاني العالم العربي من عزوف الشباب عن القراءة، شو رأيك بهذه النقطة؟ أعتقد أنه هذا نوع من أنواع النمطيات المعتادة وغير دقيقة، هناك قراءة في العالم العربي، ربما هذه القراءة يعني ليست نوعية، لكن أعتقد أنه يعني إذا نظرنا المشهد بالمجمل سنكتشف أنه عندنا يعني أمام مشهد مبهج. فرقة بينك فلويد؟ يعني بينك فلويد هم الجانب المضيء من القمر في داخلي. الأستاذ عبد الله العيسى؟ أستاذ عبد الله العيسى هو أستاذ اللغة العربية اللي درسني في المرحلة الابتدائية، وأعتقد أنه هو الرجل الثاني في حياتي الذي يعني يمنحني شغف القراءة مثل والد بعد والدي. رغد، جنى، هاشم وخالد؟ أظني محظوظ جدا بأن يكون هؤلاء أبنائي وبناتي، لأنه أنا وياهم نتشارك كثير من الأشياء الجميلة في الأدب والفن، وأنا لست واهما فكرة أني أنا اللي منحتهم الحب هذا، لكن أظن هم منحوني حب الأشياء هذه بشكل أكبر، أو لعلهم أوقدوها في داخلي أكثر. الكاتب والناقد طارق الخواجة، نحن جدا سعداء بوجودك معنا اليوم، وفعلا كانت من أكثر الحلقات اللي فيها تنوع، وتميزنا كثير بالمواضيع اللي حضرتك عطيتنا من خبرتك من خلالها، فشكرا كثير لك. شكرا لكم وسعيد جدا بحضوري معكم. شكرا. مشاهدينا، العوالم اللي حكينا عنها مع الكاتب طارق الخواجي كانت متنوعة وكثيرة، وقد تبدو مختلفة وغير مرتبطة، لكن بالنهاية هي عوالم بتكمل بعضها وقادرة انها تشكل صورة نوعية بتأثر بطريقة او باخرى على المجتمع. في امان الله.